نبدأ هذا اللقاء يا شيخ بسؤال لأحد الإخوة، يقول: ما أبرز الأحكام التي تتعلق بالخسوف والكسوف، حيث يجهل البعض من الناس هذه الأحكام، وخصوصا بأولئك الذين يتركون هذه الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الخسوف والكسوف آيتان من آيات الله جل وعلا، يخوف الله بهما عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف أو الخسوف إنما يحدث لموت عظيم أو ولادة عظيم من البشر، وصادف هذا أن كسفت الشمس في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فعند ذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخطأ، فقال: إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فأبطل صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد الجاهلي، وبين أن هذا الكسوف وهذا الخسوف آية من آيات الله، وأنه تخويف، كما قال جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والكسوف والخسوف يحصلان للشمس والقمر ليدل على أن الشمس والقمر مخلوقان، مخلوقا من مخلوقات الله، أن الله يتصرف فيهما، وأنهما يجري عليهما التغير والتغيير، فلا تصح عبادتهما من دون الله. وفي هذا رد على الذين يعبدون الشمس والقمر. قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى: إن الشمس والقمر آيتان، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. وقال سبحانه وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وفي هذا الزمان تبجح الحاسبون والفلكيون في أنهم يعرفون هذا الحدوث في وقته، ويظنون أن هذا شيء فلكي لا علاقة له بالتخويف من الله، وجهلوا أن الله قادر سبحانه على أن يغير العادة وأن يغير الحالة الفلكية، وأن تقوم الساعة عند ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسبت الشمس خرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، فصلى بالناس صلاة الكسوف وذكرهم ووعظهم بعد الصلاة. فكونه يدرك بالحساب لا يمنع أن الله سبحانه يخوف به عباده، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وهو قادر على أن يغير وأن يحدث عند ذلك حدثا. وقد يذهب ضوء الشمس والقمر ولا يعود، الله أكبر، لأن من الذي يعيده؟ الله سبحانه، إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى، فهو الذي يعيد النور للشمس والقمر بعد زوال نورهما بالكسوف.
ولو شاء لم يعد وبقي الناس في ظلمة. الله أكبر. ولو شاء لجعل هذا عند قيام الساعة، لأنه لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. فالواجب أن المسلمين يخافون، وأن المسلمين يحذرون ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على المسلم. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ، هذه الأحكام التي استمعنا إليها من فضيلتكم حفظكم الله، يعني بعض الناس يتهاون مثلا في الصلاة في هذا ولا يلقي لها بالا، حكم ترك الصلاة في ذلك؟ صلاة الكسوف سنة مؤكدة، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها، ولا يتكاسل عنها إلا محروم أو جاهل أو متأثر بما يسمع من التهوين من صلاة الكسوف. نعم.